المفروض المرة دي أو النهاردة اللي هنتكلم عن الجزء بتاع الكاستمر بيهيفير، والمفروض الميتنج ده بتاع المرة التامة في مهمة التسويق أو في الجزء بتاع أساسيات التسويق. كنا قلنا من فترة طويلة إن إحنا هنبتدي في أساسيات التسويق عشان كل الناس اللي محتاجة تعرف البيزكس في الماركتينج وأساسيات الماركتينج تبتدي تتابع من خلال الميتينجز دي وتطبق عليها. وفي ناس فعلا بتطبق وناس بتبعت وناس بتذاكر معانا وما إلى ذلك، فدي بتكون حاجة كويسة جدا. يعني اللي محتاج يشوف من الميتينج الأولاني لحد الميتينج السابع يبتدي إن هو يراجع أو يرجع لليوتيوب، وعلى اليوتيوب هيلاقي كل الحاجات اللي هو فاتته أو الحاجات اللي هو محتاجة أو الحاجات اللي هو عدت عليه وملحقش يكون متواجد فيها معانا يعني. وطبعا لو عنده أي سؤال ممكن يبعته في أي وقت يعني. إيه تاني؟ المفروض إن إحنا هنشتغل على جزء الكاستمر بيهيفير، هنفهم أساسيات معينة. أي حاجة بتنزل أو بعد كده هنشتغل عليها هيكون ليها ريسورس، هيكون ليها فايل بنشتغل عليه. والمفروض لما هنشتغل على الفايلز دي المفروض ان احنا هنبتدي من الفايلز دي تراجع وتشوف ايه التفاصيل بتاعت الحاجات اللي انت محتاجها، وكل حاجة انت بتسأل عليها، والماتيريال برضو الناس اللي بتسأل عليها موجودة برضو. تمام. في حد كان عنده صوت بس اوكي. طيب انتوا كده سامعيني؟ انتوا كده سامعيني؟ طيب الصوت كده في الصوت الصوت كده تمام؟ تمام اوكي. انا بقول لكم النهارده في حاجة غير العادة بس اوكي، يعني برضو يعني ان شاء الله هنكمل وهنبتدي يعني، او هنطلع النهاردة بفايدة اليوم إن شاء الله. طيب فالمفروض هنكمل، هنبتدي في دراسة الـ customer behavior وسلوك المستهلك نفسه، ونبتدي نعرف كده basics عن الأساسيات دي وإزاي نشوفها والمديولز بتاعها عاملة إزاي، ويعني إيه customer behavior أصلا، والفروقات ما بينها وما بين مثلا الـ buyer persona والناس اللي بتبتدي إن هي تشتغل على الجزئين مع بعض. هي بس نعرف كده أساسيات معينة، يعني ايه اصلا كاستمر بيهيفير، يعني ايه اصلا كاستمر بيهيفير، ليه اصلا الكاستمر بيهيفير مهم، او ايه الكاستمر بيهيفير في حياة الماركتير نفسه. يعني انا دلوقتي كحد شغال في الماركتينج او انا شغال ماركتير، ليه ابص على حاجة اسمها الكاستمر بيهيفير، وايه الفوائد اللي هترجع لي اصلا في الموضوع ده. انا دلوقتي لما اجي اشتغل على كاستمر بيهيفير هرجع لايه بالظبط؟ ليه يعني انا ليه هشوف الكاستمر بيهيفير؟ طيب مبدئيا كده الكاستمر بيهيفير هي دراسة سلوك المستهلك. دراسة سلوك المستهلك يعني ايه؟ دراسة سلوك المستهلك، انا دلوقتي لو ببتدي استخدم منتج معين، المنتج ده ممكن هيكون ليه بنفيتس عليا وليه تفاصيل معينة أنا بستخدمها. طيب لما هو بيكون ليه تفاصيل معينة أنا بستخدمها، تعاملي على مدار الزمن وعلى مدار الوقت مع المنتج ده بتكون عاملة إزاي؟ طب يعني إيه مثلا؟ يعني دلوقتي لو أنا مثلا أب بشتري لعب للأطفال بتاعتي، أو بشتري لعب لأولادي، طيب الألعاب اللي أنا بشتريها دي هل أنا بدرس هنا سلوك الأب نفسه، ولا بدرس سلوك الطفل نفسه مع الألعاب؟ أنا دلوقتي لما أجي أطلع لعبة جديدة وهنطلع منتج جديد أو جيم جديد أو ما إلى ذلك، هل هتعامل كسلوك مع الأب اللي بيشتري، ولا هتعامل كسلوك مع الابن اللي بيستخدم اللعبة نفسها ويبتدي يكون هو بيخش في جيم في الالعاب دي ويبتدي ان هو يلعب معاها، يلعب باللعب دي ويبتدي يشوف التفاصيل بتاعت المنتج نفسه ويستخدمه وما الى ذلك. تمام. طيب
انا دلوقتي كعميل او ككاستمر نفسه، قبل بقى حته البيهيفير نفسها، انا ككاستمر نفسي، ككاستمر المفروض مين اصلا الكاستمر ده، او المفروض المرحله اصلا بتبتدي بتاعت البيهيفير منين؟ بتبتدي الاول من خلال النيدز نفسها. انا دلوقتي عندي وقت معين او عندي نيدز معينه، تمام، بتكون محتاجه لمنتجات، محتاجه خدمات، محتاجه معلومات عشان اقدر ان انا اخد قرار معين، ابتدي اخد قرار معين. طيب فهنا بنتكلم في اساسيات علشان يكون في كاستمر بيهيفير، تمام. محتاج ان انا يكون في اساسيات، اولا الاحتياج، تمام، لازم أن يكون عندي احتياج. انا دلوقتي لو مش عندي احتياج فمش هبقى انا كاستمر اصلا، لو انا مش عندي احتياج مش هقدر ان انا اكون كاستمر. طيب دي اول نقطة. تاني نقطة، لازما الاول لما يكون عندي احتياج، لما يكون عندي احتياج لازما ان انا ابتدي ادعمه بعد كده بمعلومات، ابتدي ادعمه بمعلومات. طب المعلومات دي انا ممكن اجيبها منين؟ انا دلوقتي لو انا عندي معلومات المفروض ان انا هجيب المعلومات دي منين؟ بجيبها من السيرش، بجيبها من الانترنت، بجيبها من اي مكان. المهم ان انا المفروض بيكون في عندي معلومات معينة، المعلومات دي لازما ان انا بيكون ليها ريسورس، ان انا بيكون ليها ريسورس، بيكون ليها ريسورس، تمام. فاحنا هنقول هنا ايه، خلينا هنا نحاول نشرح الجزء ده، تمام. طيب انا دلوقتي لو عندي تفاصيل معينة، تمام، انا المفروض بيكون عندي خلاص عندي احتياج، في عندي احتياج معين عشان البيه، لازم بعد كده ببتدي ارجع للريسورس وارجع للتفاصيل بتاعت الاحتياج بتاعي ده اسده ازاي. طب ببتدي اجيب التفاصيل دي منين؟ ببتدي اجيبها من المتاجر، ابتدي اجيبها من المؤثرين، العيله اللي حواليا، الاصحاب. هنا بقى ده سلوك، ده بيكون بدايه السلوك نفسه. انا دلوقتي العميل بتاعي، انا دلوقتي إيه لو هو عايز ياخد قرار في الشراء او عنده احتياج معين محتاج يسد الاحتياج ده، اول الخطوات اللي هياخدها ايه علشان يبتدي يشوف الاحتياج ده هيسده منين؟ انا دلوقتي اول ما فكرت ان انا عندي مثلا محتاج ان انا اوصل مثلا في مكان معين، انا مثلا عندي مشوار ومحتاج ان انا اوصل في المشوار ده مثلا في اسرع وقت، وفي نفس الوقت اوصل مرتاح، تمام. هنا ككاستمر بقى كبيهيفير انا بتاعتي المفروض التصرفات بتاعتي بتروح لفين؟ هل بتروح ان انا ككاستمر اجيب مثلا اطلب اوبر علشان اوصل، ولا اروح مثلا اطلب تاكسي علشان اوصل، ولا اقول ادور على طريقة المواصلات هتبقى عاملة ازاي؟ هنا احنا عندنا اكتر من كاستمر بيهيفير، هنا عندي اصلا اكتر من كاستمر بيهيفير. يعني ايه؟ يعني في عميل مثلا المفروض ان هو كعميل بتاعه هيبتدي يشوف ميكروباص ويوصل، ده بيدور على ان هو يوصل، وغير ان هو يوصل بيدور على ان هو يدفع فلوس قليلة، هيدفع فلوس قليلة. طيب انا دلوقتي جيت قلت لك والله لا احنا هنجيب اوبر، تمام، او هنطلب اوبر عشان نوصل بيه، ده سلوك تاني للمستهلك، تمام، ده سلوك مختلف للمستهلك. طب المستهلك التاني ده كده عندنا عميلين، تمام، كل واحد منهم ليه سلوك مختلف، كل واحد منهم ليه سلوك مختلف. طيب بعد ما خلاص هو بقى عنده سلوك مختلف، والمفروض ان هو هيخش بعد ما يبتدي يقارن ما بين يطلب اوبر او مثلا يطلب او ياخد ميكروباص وما الى ذلك، جه بقى هنا مثلا شركة تانية خالص وقالت والله سلوك المستهلك هنا بيميل لانه يوصل في وقت سريع، وفي نفس الوقت ياخد حاجة خاصة بيه فبيطلب اوبر. طيب هنا في حاجة في سلوك المستهلك مهمة جدا، مثلا ان هو بيقول انا مش عايز اطلب اوبر علشان لما هطلب اوبر السعر في المشوار ده بيكون غالي وانا بحس ان انا بدفع فيه كتير. فهنا بقى في سلوك للمستهلك، بدأ يتعامل مع اوبر، وبدل بدل ان هو ياخد
العربية بتاعت اوبر ويوصل بيها، فبدأ يحس ان هو لا المشوار عليه بالنسبة له كبير، تمام. ولما المشوار بقى بالنسبة له كبير بقى ان هو لا بيدفع كتير. طب هنا في عندنا حل من الاتنين او حلين مختلفين. والله جت شركة سويفل وقالت احنا هتوصل مرتاح وهتوصل في ميعادك ومن غير بهدلة، وفي نفس الوقت هتدفع سعر الميكروباص عادي جدا جدا، وايه وهتعتمد عليه، تمام، في ان انت بتدخل عادي جدا في ايه، في ان انت بتشتري عادي جدا زيك زي انك بتوقف ميكروباص او اي حاجه وبتوصل مرتاح. ده حل. طب الحل ده جه منين؟ من الكاستمر بيهيفير، هو عنده سلوك معين عن العميل ده، وفاهم ان العملاء نفسهم بي بي بيقولوا احنا محتاجين ان احنا نوصل مرتاحين بس مش عايزين ندفع الكوست ده، تمام. فهنا ده انا بحكي لك الستوري بتاعت الكاستمر بيهيفير بتمشي ازاي. طب ده هيفيدك في ايه؟ هيفيدك في ان انت تقدر تطلع منتجات جديدة، تقدر تحدث في المنتجات بتاعتك، تقدر ان انت تخترق اسواق مش شافة. زي مين مثلا؟ زي مثلا اندرايف، لو حد يعرف او يسمع عن اندرايف. في اندرايف بيعملوا ايه؟ قال لك ايه والله، طب الناس اللي المفروض ان هي بتحب تركب اوبر او كريم وفي نفس الوقت مش بتحب تدفع المبلغ ده، احنا المفروض هنوفر لهم ان هو يحط المبلغ ان هو عايز، ويحصل بعد كده نيجيشن ويشوف الناس دي انا كسواق هوافق على اي سعر. فعكس الموضوع خالص. علشان ايه؟ علشان البيهيفير بتاعت العميل. طب انا دلوقتي انا المفروض رايح مشوار، فانا هلغي اوبر وهشوف اندرايف واطلب عليها سعر. طيب السعر ده جه اوكي تمام كويس جدا، واديني دفعت اللي انا عايزه وفي نفس المشوار بنفس كل حاجه بعربيه عاديه جدا مش ميكروباص، ووصلت مشواري ومفيش اي مشكله، تمام. فهنا هو لعب على ايه؟ على الكاستمر بيهيفير، تمام. هو فهم بالظبط العميل بتاعي عايز ايه، المستهلك نفسه الغرض بتاعه ايه، تمام. طيب انا دلوقتي ايه بقى اللي ممكن يأثر على القرار ده؟ ايه اللي يأثر على القرار ده؟ والله انا دلوقتي جيت قلت ان احنا مثلا رايحين مشوار مهم جدا، تمام. طب احنا ايه اللي هيخلينا نروح المشوار ده مثلا بميكروباص؟ طب تعالى مثلا لو انت واحد انت وواحد صاحبك انت وواحد صاحبك رايح مشوار، والمشوار ده هنقول لك ايه، والله تعالى نروح باوبر عشان نخش كده المكان واحنا شكلنا نضاف، تمام، زي ما بيتقال كده في الشوارع بتاعت الناس، او ما بيتقال في الشغل بتاع لما انت بتكون راكب انت وصاحبك وما زيك، بيقول لك لا تعالى نخش كده ويبقى شكلنا ناس نظيفه كده، تمام. طب هو بيقول الكلام ده ليه؟ هو بيبص او من الحاجات اللي بتأثر في سلوك المستهلك نفسه هو ايه؟ المنظر الاجتماعي، تمام. السلوك الاجتماعي نفسه بيأثر بشكل كبير جدا، فدي من الحاجات المهمة جدا اللي بتأثر في سلوك المستهلك، تمام. طيب ايه تاني؟ طيب طيب ايه تاني؟ طيب هو دلوقتي بص خلاص على الاحتياج، وفهمنا يعني ايه اصلا بيهيفير الكاستمر، ازاي بيبص للبيهيفير او مفهوم البيهيفير ازاي. طيب انت دلوقتي بتقول ايه الفرق ما بين، او السؤال اللي كان موجود قبل كده، ايه الفرق ما بين الكاستمر بيهيفير وما بين الباير بيرسونا؟ في ناس دايما بتخلط الاتنين ببعض، تمام. الباير بيرسونا هنا انت بتتكلم كباير بيرسونا في التفاصيل بتاعت العميل نفسه في حياته، تمام، كحياة العميل نفسه، هو سنه عامل سنه اي قد ايه. تعالى مثلا كده نقول والله انا مثلا المفروض مثلا لو انا هنا بستخدم مثلا، تعالى كده بستخدم مثلا اوبر، تمام. طيب لما انا بستخدم اوبر، تعالى كده نطلع الباير بيرسونا ونطلع الكاستمر بيهيفير نفسها، تمام. طيب كباير بيرسونا بقى، تمام، هنقول مثلا شخصية العميل نفسه، تمام. تعالى كده نقول طالب مثلا رايح الجامعة، تمام، عنده مثلا امتحان،
احنا كده بنطلع الباير بيرسونا بتاعت الشخص، تمام؟ عنده امتحان، تمام؟ وفي الامتحان، تمام؟ وهنقول مثلا ايه، ان هو متأخر، تمام. طب هل ده حصل فعلا؟ اه حصل فعلا قبل كده، كان عندنا امتحان ومتأخرين، طب يلا ناخد اوبر، تمام، واحنا عشان نلحق نجري بسرعة، تمام، او نلحق ان احنا في الزحمة دي نوصل ونقدر نراجع ونذاكر وما الى ذلك. طيب مثلا طالب تاني، تمام، راح قال ايه، والله لا تعالى نروح مترو، تمام، ضامنين ايه، هيحط كده ما بين قوسين ضامنين الطريق والوقت، تمام. طيب تعالى كده بقى هقول لك على حاجه، الطالب ده بقى ده كده طالب، تمام. طب هنا بقى تعالى نطلع الباير بيرسونا بتاعتهم، هو هنا طالب، تمام، في الجامعه، تمام، سنه مثلا في حدود 23 سنه، تمام، من سكان القاهره او قاعد في القاهره، تمام، خلاص انا هنا، تمام. تعالى كده بيدرس، تمام، عشان ياخد شهاده. انا هنا بفهم الباير بيرسونا بتاعت الكلاينت نفسه، هنا شخصيه، هو اصلا كشخصيه عامل ازاي، تمام. طيب دخله من مصروف مثلا العيله، تمام، فما ينفعش ان انا اقول له تعالى مثلا مثلا عيله متوسطه، خلاص. انا بس عايز اوضح لك في قصه كده قصيره الفرق ما بين الباير بيرسونا وما بين الكاستمر بيهيفير. طيب ده جزء كده باير بيرسونا. طب تعالى بقى نشوف الجزء بتاع لو هو ده كباير بيرسونا، شخصيته عامله ازاي. تعالى بقى نشوف الناحيه التانيه على النقيض التاني كبيهيفير بقى، سلوكه عامل ازاي الطالب ده، تمام، زي ما احنا هنا هنقول، تمام. تعالى كده هو البيهيفير بتاعته، قال لك تعالى نروح الجامعه، تمام، عندي امتحان ومتاخر. طيب طالب تاني قال لك والله هنا ده بيهيفير، سلوك معين، لقى نفسه متاخر راح مترو بسرعه علشان ضامن الوقت والطريق، فركب بسرعه ومشي، تمام. طيب تعالى احنا بقى كاوبر مثلا ممكن نطلع حاجه تانيه، تمام، نعمل ايه، تعالى نعمل له اوبر سكوتر، تمام. طب اعمل له اوبر سكوتر ليه؟ والله انا هعمل له اوبر سكوتر علشان، تمام، هو ايه، يوصل بسرعه، تمام. احنا عارفين الموتوسيكل في مصر ما شاء الله بيعدي من اي حته، حتى لو الطريق واقف يطلع على الرصيف ويمشي عادي جدا، تمام. طيب هنا خلاص انا هنا بدرس سلوك المستهلك، تمام، السلوك بتاعه عمل كده، تمام. طيب تعالى بقى نروح مره تانية، تمام، الراجل اللي قرر ان هو يركب سكوتر ده، تمام، بعد ما ركب السكوتر، تمام، حصل حاجة من الاتنين، حصل عنده ما بين قوسين كده خبرة، تمام، هو بقى عنده خبرة في التجربة دي، هو لو بعد كده اتأخر، تعالى بقى نفس الراجل ده، تمام، تعالى كده نقول بقى عند الخبرة، تمام، الراجل ده خلص جامعته واشتغل عادي جدا، لقى نفسه، تمام، رايح الشغل، تمام، رايح الشغل متأخر، حلو. طب هو بعد ما راح الشغل متأخر، انا رايح الشغل متأخر، هنا هيعمل ايه، عنده خبرة، عنده اكسبيرينس، هنا بقى بنقول الكاستمر اكسبيرينس، هو عنده اكسبيرينس معينة مع المنتج ده، وهو قبل كده اخد سكوتر، تمام، عنده هنا بعد الخبرة نفسه رايح الشغل متأخر، كرر خبرته مع الامتحانات في الشغل، تمام. هنا دي القصة بتاعت الكاستمر بيهيفير والكاستمر اكسبيرينس والباير بيرسونا، تمام. باير بيرسونا انت ده طالب عنده كام سنة، ساكن فين، والتفاصيل دي، تمام. طيب هو دلوقتي هو كطالب، تمام، والمفروض الطالب ده ايه البيهيفير بتاعته بقى، البيهيفير بتاعته هو اول ما لقى نفسه متاخر على الجامعه او لقى نفسه متاخر على الشغل بتاعه، راح خد بعضه وجري وخد اوبر سكوتر، تمام. طيب بعد ما خد اوبر سكوتر خلاص الراجل ده اتخرج والدنيا تمام وراح اشتغل، لقى نفسه رايح اول يوم الشغل متاخر، حلو، هو عنده اكسبيرينس معينه، فالاكسبيرينس دي راح بنى عليها تفاصيل في دماغه معينه، ده انا كنت رايح قبل كده
ايه الجامعه واتاخرت، ولما اتاخرت تمام اوبر مثلا سكوتر انجزتني، فانا دلوقتي متاخر هاخد ايه اوبر سكوتر بسرعه، فهو بقى عنده ايه اكسبيرينس. طب انا لو خدت اوبر سكوتر وما وصلنيش واتاخر عليا وعبال ما جالي والسواق كان مش احسن حاجه خلاص انا بعد كده اتاخرت، طب انا هاخده، طب ما هو برضه هياخرني، يبقى انا ليه بقى خلاص انا خليني زي ما انا واروح متاخر ايه وخلاص. طيب ايه بقى يعني ده كده القصه الاولانيه والفرق ما بين الكاستمر بيهيفير والباير بيرسونا والاجزاء دي. طيب تعالى كده بقى نشوف حاجه تانية، الفكره بتاعت انت دلوقتي عرفت الكاستمر بيهيفير وفهمت الكاستمر بيهيفير بتاعته ماشيه ازاي والتفاصيل بتاعته بتقول ايه. في بقى هنا حاجه مهمه جدا جدا، تمام؟ لو انت هتدرس الكلاينت ده بقى، تمام، لو انت هتدرس العميل بتاعك والمفروض تفهم بقى العميل بتاعك ده ماشي ازاي، وطريقه الكلاينت ده والديسيشن بتاعته والرول بتاعته بتمشي ازاي، او المفروض ايه اللي بيحصل عشان يتبني قصه ايه الكاستمر بيهيفير. انا دلوقتي هقول لك ان انا المفروض عندي فكره معينه او عندي تجربه معينه او عندي احتياج معين، تمام؟ انا عندي احتياج معين. طيب بشوف انا بقى الخطوات، تعال كده بقى نمشي كخطوات في الكاستمر بيهيفير، في الخطوات ككاستمر بيهيفير، كخطوات في الكاستمر بيهيفير ايه اللي بيحصل عشان اقدر ان انا ادرس الكاستمر بيهيفير واطلع الخبره بتاعت الكلاينت وادرس تفاصيل الكلاينت ده عامل ازاي وسلوكه عامل ازاي وطريقه تفكيره والقصص دي كلها. هقول لك بقى ده المفروض تعمله ازاي. عندك تفاصيل معينه، اول حاجه هو عنده احتياج، عنده احتياج. انا دلوقتي عندي احتياج معين ان انا اوصل، ان انا مثلا اوصل الشغل بدري، تمام، او اوصل الشغل في ميعادي، تمام. طيب انت لو عندك احتياج عشان توصل الشغل بدري او توصل الشغل في ميعادك وما الى ذلك، ايه اللي المفروض يحصل علشان تعمل ده؟ والله انا محتاج حاجه توصلني بسرعه، تمام، فهنا حصل عندك احتياج، تمام. طيب تعالى كده نقول تمام الخطوات بتاعت الكاستمر بيهيفير نفسها عامله ازاي. تمام، اول حاجه هيحصل عندك احتياج، تمام، يعني انت دلوقتي لو انا بفكر، لو جينا مثلا قلنا احنا في الشركه يا جماعه احنا دلوقتي عايزين نعرف الكاستمر بيهيفير بتاعتنا رايحه فين، العميل البيهيفير بتاعته عامله ازاي. والله البيهيفير بتاعتنا بتقول ان العميل كان بياخد المترو، تمام، المترو في حاله التاخير، تمام، بعد كده اتطور الراجل ده وبقى يركب سكوتر، حلو، ده هنا بيهيفير، تمام، او هو بيطور نفسه سلوكه بيتغير، تمام. الناس الاول كانت بتشتري اي حاجه، بتنزل تشتري من بتشتري من المحلات، دلوقتي سلوك الناس اتغير، بقى ينزل بقى يشتري اونلاين، يشتري من هو قاعد في البيت، وهو موجود في البيت عادي جدا بيشتري من البيت ومن غير اي مؤثرات بدنية عليه، لا هو بيروح ياخد ديسيشن، ياخد قرار، تمام، ان هو محتاج النقطة دي او محتاج احتياج معين، وبناء عليه بياخد عليه قرار. طيب تعالى الخطوة التانية، ايه اللي حصل؟ بيحصل التأثير، تمام. طب ايه بقى التأثير ده؟ والله انا في حاجة أثرت عليا علشان كده خلتني اخد قرار ان انا اخد التول دي او اخد الاداه ده، شغل الانفلونسر او ما زي ما بنسميه دلوقتي او كامبلمنتيشن انفلونسر. انا دلوقتي ايه اللي بيأثر عليا عشان اخد القرار ده؟ انا دلوقتي محتاج اخد مثلا انا كطالب، خلينا نفس يعني في نفس الكيس، تمام، ان هو ايه الطالب. طيب احنا دلوقتي التارجت بتاعنا طلاب، طيب انا دلوقتي كطالب ايه اللي يأثر عليا، تمام، وانا محتاج اروح جامعتي دايما في ايام الامتحانات بشكل سريع. والله مثلا خلينا نقول الاصدقاء، تمام، خلاص خلينا نقول المؤثرين نفسهم او الانفلونسر زي ما احنا بنقول،
تمام. طبعا في على حسب كل عميل بيشوف، بنشوف ايه اللي ممكن يأثر عليه. يعني مثلا عروسة رايحة تشتري فستان، مين ممكن اللي يأثر عليها؟ على حسب والدتها او صاحبتها، تمام. دول المؤثرين. انا دلوقتي كطالب ايه اللي هيأثر عليا؟ صحابي اللي معايا في الجامعة. طب انا دلوقتي مثلا كواحد بشتغل موظف، مين ممكن اللي يأثر على قراري؟ زميل ليا، تمام، هو خد خطوة اعلى مني او خد منصب اعلى او خرج وراح فتح مكان ليه فبقى يكسب اكتر وما الى ذلك، يبقى الزمايل. تمام. طيب مين تاني مثلا ممكن يأثر عليا؟ مثلا خلينا نقول التأثير فيه تأثير تكنولوجي، وده اللي بي ده اللي المفروض بنشوفه دلوقتي. اي حد بيفتح موبايل بيتاثر باي حاجه، ويتفرج على انفلونسر، يتفرج على مسلسل وما الى ذلك. عشان كده دايما بتلاقي المسلسلات بعد كده، بعد المسلسل يخلص مثلا، تلاقي مثلا المسلسل في رمضان، والمسلسل بتاع رمضان ده كان البطل بتاع المسلسل لابس زي معين او تيشيرت معين او احداث حاصله معينه، بتلاقي ده بينطبق على الناس في العيد. تنزل في العيد تلاقي كل العيال نفس الطقم بتاع اللي كان في مسلسل مش عارف ايه في رمضان، تمام. فده تاثير تكنولوجي، في حاجات بتحصل مع التطور التكنولوجي بتاعنا بتاثر على الكلام ده. طيب بعد بقى ما حصل انا حصل لي تاثير وخلاص، انا زمايلي جم قالوا لي لو انت عايز تيجي بسرعه وتلاقيت نفسك اتاخرت، ده احنا جينا باوبر، جيت باوبر سكوتر انجزني بصراحه، تمام. انا كده اتاثرت خلاص، عرفت ان انا ليا واحد صاحبي لما اجيب سكوتر الموضوع معاه اختلف. طيب بعد كده بقى في ايه؟ بقى في مشتري، تمام. انا دلوقتي عندي حد بيشتري، تمام، خلاص انا بشتري خلاص. انا عرفت ان انا صحابي جم وكانوا متاخرين وخدوا اوبر سكوتر فوصلوا، فخلاص انا بقيت باخد قرار الشراء، تمام. طب هنا هنقف عند حتة مهمة جدا جدا، قرار الشراء. دلوقتي انا دلوقتي لو اب، المفروض ان انا بشتري، تمام. طب هل المفروض هيحصل الاحتياج ده عندي؟ انا لا، انا لقيت الاحتياج عند ابني مثلا، هو محتاج جيم معينة او محتاج يشتري لعبة معينة. بعد كده حصل تأثير عليا ان زمايلي قالوا لي ان في مكان عامل اوفرز كويسة، فانا بقيت خدت قرار الشراء. طيب تعالى نشوف في مديول تاني، المديول اللي احنا شغالين عليه بتاع الطالب. انا دلوقتي كطالب وانا رايح الجامعه كنت بتاخر، فزمايلي قالوا لي او اصحابي اللي في الجامعه او صاحبي قال لي ان انا ان هو جيب سكوتر، فخلاص الموضوع بقى بالنسبه لي كويس. فانا رحت ايه، قابلت اصحابي دول وخدت اوبر سكوتر وجيت وخدت قرار الشير خلاص، او خدت ان انا اخد الخدمه دي نفسها وبقيت ايه بشتغل. طيب تعالى بقى المرحله الثالثه، تمام، المرحلة سوري الرابعة بعد كده، المستخدم. تمام، المستخدم خلاص ركبت اوبر سكوتر، تمام، وبقيت كده ما بين قوسين ايه، في حتة خبرة العميل نفسه. العميل عنده بقى خبرة، خلاص العميل بقى عنده خبرة. فهنا انت دي المراحل اللي انا بمر عليها علشان اكون فاهم الكاستمر بيهيفير بتاعتي ازاي، واطلع منها بعد كده ايه الكاستمر اكسبيرينس. بعد كده الكاستمر اكسبيرينس ده، يعني بعد ما نخلص جزء الشرح ده هناخد جزء، يعني ناخد كام بروجكت من الناس اللي موجوده معانا، ونبتدي ان احنا نشوف التفاصيل بتاعه البروجكتس بتاعتهم وما الى ذلك، تمام. طيب خلاص ده الجزء بتاع، خلاص انت اتحولت، حصل عليك تاثير، بقيت باير. بعد ما بقيت باير بقيت ايه يوزر، بقيت ايه يوزر، خلاص انت خلاص انت ده اللي حصل عليك، وبقيت انت مستخدم، حصل عليك عندك احتياج، بعد الاحتياج حصل تأثير عليك، بعد التأثير عليك بقى ايه بقى عندك استخدام، بقيت تستخدم، بعد ما بقيت تستخدم خلاص بقى حصل عندك ايه بقى، خلاص بقيت من ضمن الفئة اللي بتستخدم المنتج، فبقى حصل عندك ايه تأثير، تمام. طيب خلينا كده ناخد الأسئلة في الآخر، بس في سؤال جه من منى هجاوب عليه، وبعد كده ناخد الأسئلة اللي عنده سؤال يبعته وهجاوب على الأسئلة دي وهنتناقش فيها زي كل مرة عادي جدا. إيه الفرق، إيه الأفضل، البيرسونا ولا البيهيفير؟ لا هو مش إيه الفرق، هو دي حاجة ودي حاجة تانية خالص، ولازم أنا أفهم الاتنين عشان أقدر أحدد ده.
يعني انا لو دلوقتي بدرس البير بيرسونا بتاعه كلاينت معين، فانا لازم ادرسها عشان اشوف البيهيفير بتاعه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي مثلا عندي مثلا ممكن حد تاني يستخدم اوبر سكوتر، تعالوا كده ناخد اكزامبل تاني مثلا ونشوف ايه التصرف بتاع الاثنين ممكن يكون عامل ازاي. انا دلوقتي كطالب متاخر على الايه، الطالب ده احنا قلنا سنه مثلا زي ما نقول مثلا زي ما قلنا ايه، سنه 23 سنه من القاهره، تمام، وقلنا مثلا ان هو الانكم بتاعه كمصاريف من مصاريف مثلا من العيله نفسها، تمام، وده دي البيرسونا بتاعته بشكل مختصر جدا، وده اللي بيحصل معاه. طب تعالى مثلا كده نشوف حاجه تانية عشان نشوف بقى ان البيرسونا بتاثر على البيهيفير نفسها. انا دلوقتي كواحد بشتغل، قراراتي مش هتكون او في سن ده مش هتكون زي حد قراراته طالب، تمام، او في سن طالب. فالسن بيأثر على البيهيفير والبيهيفير بتأثر على السن، لأن في نضج عند الناس وما إلى ذلك. يعني مثلا لو احنا مثلا تعالى كده نشوف، أنا دلوقتي على نفس الكيس، تمام، أنا دلوقتي المفروض رايح الشغل ومتأخر، تمام، ومتأخر، حلو، وأنا المفروض مثلا عنده اللي رايح الشغل ده 55 سنة، تمام. طيب ال 55 سنة ده قلنا إيه؟ موظف، تمام. طيب ال 55 سنة ده موظف، والمفروض مثلا ان هو مثلا من اللوكيشن بتاعه مثلا من الصعيد مثلا، تمام، احسن ناس يعني الصعيد، تمام. طيب خلاص، هل ده هياخد اوبر سكوتر؟ لا مش هياخد اوبر سكوتر. البيهيفير بتاعته سوري البيرسونا بتاعته ما لهاش علاقة بالبيهيفير دي. طب ايه اللي هيحصل؟ هو دلوقتي يعني في الصعيد، او مثلا خلينا نقول مثلا انا مش عارف الصعيد يعني مش هياخد فيها هناك، مفيش اوبر سكوتر هياخده هناك لو في شركات او مصانع فاتحه هناك، او شغال مثلا عشان نكون واقعين، ممكن مثلا يكون موظف، تمام، او نقرب المثال اكتر، او عامل، تمام، او مثلا صاحب مصنع مثلا، او صاحب ارض، او مثلا بيشتغل في الزراعه وما الى ذلك، تمام. خلاص، طيب خلاص، هو هنا هل البيرسونا دي، البيرسونا دي، تمام، والبيرسونا دي هياخدوا نفس القرارات؟ لا مش هياخدوا نفس القرارات، تمام. الاحتياجات هتكون قريبة، ان الاتنين متأخرين، بس التأثير هنا مختلف، هنا التأثير عليه هيكون مختلف تماما، مش هيكون مع أصحابه ويأثروا عليه، لا هيكون زوجته اللي بتأثر معاه عليه شوية، أصحابه زمايله في الشغل هيأثروا معاه شوية أو عليه شوية وما إلى ذلك، فقرار الشراء نفسه هيختلف، فالاستخدام نفسه هيكون مختلف، تمام؟ تمام. فدي فكرة يعني، أو ده المقصود يعني، تمام. ممكن بدل مثلا لو انا في القاهره، ممكن بتاع القاهره يقول لا انا ممكن اخد ايه مترو، تمام، لو هو موظف وفي ايه وفي القاهره هيقول لك لا انا هركب مترو، تمام، ما يقول لك لا ما اركبش موتوسيكل انا، تمام. ف دي غير دي، البيرسونا غير البيهيفير، ده موضوع، ده موضوع، عشان كده كنا بنتناقش في الحته دي بشكل مهم جدا، اللي هو انت المفروض هتشتغل على انهي جزء بالظبط؟ لا انت مش هتشتغل، انت هتشتغل على الاثنين، هتفهم البيرسونا بتاعته، سنه واللوكيشن والحياه الاجتماعيه بتاعته، والبيهيفير نفسها اللي متعلقه بالبرودكت اللي انت بتشتغل عليه. طب انت دلوقتي عشان اعمل، انا علشان اعمل الكاستمر بيهيفير بتاعتي، عشان اناليسز البيهيفير بتاعتي، ايه اللي المفروض اعمله؟ تمام، اول حاجه انت لازم تعمل اصلا ريسيرش، تمام، عشان تعمل اصلا تفهم الكاستمر بيهيفير نفسها، تمام، لازم تعمل ريسيرش، تمام، لازم تعمل ريسيرش، يعني لازم تعمل ماركت ريسيرش او ماركتنج ريسيرش، وتفهم طبيعه العميل بتاعك عامل ازاي، بيتصرف ازاي، بيعمل ايه، التفاصيل بتاعته عامله ازاي، بيستخدم المنتج ازاي، بيقعد معاه فترات لوقت قد ايه وما الى ذلك. فانت في الاجزاء دي لازم تفهم كويس جدا جدا الكلاينت بتاعك من خلال السيرش، تمام. من الحاجات المهم ان انت تعرفها، او الطرق
اللي انت عشان تفهم بيها العميل بتاعك والبيهيفير بتاعته، لازم تشوف من خلال السيرش بقى المواقف العاطفية بتاعته، هو ازاي بيتعاطف او ازاي بيحب المنتج بتاعك، تمام؟ يعني مثلا زي المثال اللي بنقوله في كل حتة، الناس بتوع تليفونات ابل ازاي متعاطفين مع منتجاتهم بتاعت ابل. في ناس برضو بتتعاطف مع منتجات تانية، في ناس تقول لي والله انا لو انا هشتري مثلا هشتري مثلا لو انا هروح لدكتور، تمام؟ فانا لا، انا في دكتور معين ده انا برتاح عنده، تمام؟ فخلاص هو البيهيفير بتاعته هو بيتأثر نفسيا، تمام، وعاطفيا بالسيرفيس دي. لو هو لقى الدكتور اللي بيعالجه بشوش وبيتعامل معاه بشكل كويس وفاني شويه، لا خلاص هو بالنسبه له الدنيا بقت احسن. فانت ممكن تعمل سيرش مع العواطف بتاعت العميل نفسه، تمام، عواطف العميل نفسه، تمام. عشان تدرس البيهيفير لازم تشوف من خلال البحث نفسه، تمام. تمام، العواطف بتاعت الكلاينت نفسه رايحة فين؟ يعني أنا دلوقتي ككلاينت، تمام، العواطف بتاعتي رايحة فين؟ تمام، العواطف بتاعت العميل، نفسية العميل نفسه، تمام. يبقى نفسية العميل، تمام، إحنا بنحاول نبسط الدنيا قدر الإمكان، تمام، عواطف العميل نفسه ونفسيته عاملة إزاي. طب إيه تاني اللي أنا هشوفه، أو إيه الحاجات اللي أنا ممكن اقدر اشتغل عليها علشان اشوف عواطف العميل؟ او ممكن مثلا اعمل مثلا سؤال عن احتياجات العميل، ومثلا اساله عن ايه تاني، مثلا عن رضاهم عن المنتج، تمام، رضاهم وارائهم، تمام، علشان اخد من الكاستمر اكسبيرينس وافهم البيهيفير بتاعته. والله لا، انا استخدم المنتجات بتاعتكم بس استخدمتها في وقت الزحمه انقذتني بصراحه، فبيخلص بيهيفير بقى هو في وقت الزحمه بيستخدمني، دي بيهيفير، تمام. طب الاكسبيرينس، لا الاكسبيرينس كويسه عجبته، لا انا والله كنت عندي زحمه ومحتاج اوصل بسرعه، خدت اوبر سكوتر، ومن خلال اوبر سكوتر لا انا وصلت يعني بصراحه بصعوبه وخلاص. فهو بقى عنده يعني باد اكسبيرينس معاك، يعني بقى عنده باد اكسبيرينس معاك، فبقيت حاجه مش احسن حاجه، تمام. طيب هل بعد كده المفروض ايه اللي يحصل؟ خلاص انا بعد ما اعرف بعد المعلومات نفسها، خلاص انت عملت البحث بتاعك، بعد ما عملت البحث بتاعك رحت انت شفت رضا العميل بتاعك عامل ازاي، دي كلها خطوات، ادي تعمل بحث وبعد كده تفهم رضا العميل، بعد كده تجمع المعلومات بتاعتك. طب بعد ما جمعت المعلومات بتاعتك لازم بتغير في النموذج التسويقي نفسه، الماركتنج ميكس بتاعك لازم تغيره، تمام. طب النموذج التسويقي ده بيكون بيتضمن ايه بالظبط، او ايه للحاجات اللي انت المفروض بتغيرها؟ لازم تغير طريقة المنتج نفسه، يعني تغير في المنتج نفسه، تمام، تغير في اصلا في الاعلان بتاعك، تمام، الاعلان بتاعك وتوجه السوق بتاعك بيكون عامل ازاي، وازاي تفهم طبيعة الاعلان بتاعك، الرسالة بتاعتك توجهها ازاي للناس. طيب انت غيرت في المنتج، الاماكن اللي انت بتكون متواجد فيها، تمام، الاماكن اللي انت متواجد فيها بتكون عامله ازاي، السعر نفسه، تمام. تبتدي بعد ما تاخد الكلام ده، تمام، انت عملت بحث، تمام، فهمت العميل، تمام، بعد ما فهمت العميل، تمام، يعني كده بعد ما فهمت العميل خلاص انت جمعت معلومات، تمام، بعد ما جمعت معلومات بتاخد ايه، قرار، تمام. والقرار ده بيكون بيتضمن ايه، الايه، الاربع حاجات دول اللي احنا بنسميهم اصلا المزيج التسويقي الاساسي بتاعنا، وبنشوف انت الحاجات دي عملت ايه، تمام. فانت هنا كده فهمت الكاستمر اكسبيرينس عامله ازاي، بدات تبني فكره عن البيهيفير عندك او عند الناس ماشيه ازاي ككاستمر بيهيفير، ايه اللي بيحصل بالظبط، وفهمت طبيعة دماغ العميل بتاعك رايحة فين والتفاصيل بتاعتها. لازم بقى تفهم أصلا أنت بتأثر على الناس إزاي، تمام، يعني تأثيرك أصلا على الناس إزاي. طيب أنا دلوقتي برضو إيه الحاجات اللي أنا المفروض ممكن أشتغل عليها
وادرسها وافهمها بشكل كويس جدا جدا. ايه السوق اللي انا بلعب عليه؟ انا دلوقتي ايه السوق اللي انا بلعب عليه بالظبط؟ انا كسوق بشتغل في ماركت معين، تمام؟ ولنفترض سوق البيع الساعات اونلاين، تمام، زي ما منى وكذا حد شغال هما الساعات الاونلاين. طيب ده اللي بيشكل السوق. مين اللي ممكن يشتغل على الساعات دي؟ او مين ممكن اللي يشتري الساعات دي؟ والله ممكن راجل او ست عادي جدا، او سيدات عادي جدا. طب مين مثلا اللي بيشتري اصلا؟ بيشتروا ايه بقى؟ تمام، والله السوق بتاعي فيه رجاله وستات ممكن يشتروا الساعات، تمام. طيب والله الناس دي ممكن تشتري الساعات رجاله او ستات، عادي جدا. طيب دلوقتي حجم اصلا البراند نفسه عامل ازاي؟ يعني البراند ده اللي هم بيشتروا منه، تمام، هل البراند ده معروف مش معروف؟ طب ليه شعبيه عند الناس ولا لا؟ انا بفهم والله. ساعات كده بتيجي تلاقي حد يقول لك ايه، والله انا مش بشتري غير من براندات، دي بيهيفير، تمام. طب هو اللي هو بيشتري من براندات معينه، تمام، عشان كده دايما بنقول ايه، لا هو ممكن بيشتري من براند، او يقول لك لا انا ما بشتريش من براند، تمام. ممكن يشتري ولا لا، يقول لك لا انا ليه اروح ادفع في ساعه مبلغ معين، طب ما انا مش مهم انا بشوف الساعه على الموبايل، دي بيهيفير، تمام. ممكن مثلا الرجاله نفسهم، تمام، يقول لك لا والله انا ايه يعني اوفر، الاوفرات دي اصلا مش مهمه، لا، تمام، يعني ممكن يقول مش مهم الاوفر، تمام. طيب يجي مثلا السيدات نفسهم يقول لك ايه، والله انا عايز الحق الاوفر، تمام. طب هو عايز يلحق الاوفر او عايز تلحق الاوفر، دي بيهيفير، هي عندها بيهيفير معينه محتاجه تعرفها. طيب انا دلوقتي خلاص فهمت الاجزاء دي، هامبلمنتيشن بقى ازاي؟ خلاص انا فهمت العميل وفهمت البيهيفير بتاعته وسلوكه وفهمت بيعمل ايه وعرفت العواطف بتاعت العميل ونفسيته وسالته والكلام ده كله، وهاخد قرارات بتتضمن المنتج والاعلان والكلام ده كله. طب خلاص انا عرفت ده، عرفت العميل والبيهيفير بتاعته، المفروض بقى ها ايه اللي يحصل بقى، تمام. خلاص انت فهمت ده، لازم تشتغل على تحسين، تمام، المنتجات والخدمات والاعلانات، تمام، وكل الكومنتس اللي قالها لك، تمام، كل الكومنتس اللي هو قالها لك. بعد كده تراجع تاني، بعد ما انت عملت الايديت بتاعك تراجع تاني، تمام، سلوك المستهلك. طب ده بياخدنا لحته كده تانيه معانا، هل ان انا براجع سلوك المستهلك ده حاجه بعملها وخلاص وخلصتها وتاسك خلصت منه؟ لا، ده موضوع كونتينيوس اصلا مكمل، كل ما تنزل برودكت بتابديت فيه، فانت بتحسن فيه، فانت بتتابع ردود الناس، تحسن فيه وتتابع ردود الناس، تحسن فيه وتراجع سلوك الناس. دي حاجه يعني حاجه كامله، يعني حاجه فيها تفاعل دايما، دايما انت بتابديت، دايما بتحدث، لازم بتغير في القرارات، الكلام ده كله، تمام. طيب تعالى كده نشوف الكلام ده اصلا بيتطبق ازاي. دي طبعا الـ الحاجات او الاسئله اللي انت ممكن تسالها، زي ما احنا قلنا، انت سلوك العميل وتفاصيل العميل، والمفروض بتقيس ده ازاي، زي ما احنا كنا شفنا دلوقتي، انت ولد ولا بنت ولا فيميل، والتفاصيل بتاعتهم، وبيشتروا ازاي، طريقه الشيره بتاعتهم بتشتري ازاي، والتفاصيل بتاعتهم، خلاص انت بتفهم التفاصيل بتاعت الناس. طيب تعالى بقى هنا نشوف جزء تاني، ونشوف دلوقتي الخريطة كده بتاعت الكلاينت نفسه، تمام، الحتة المهمة كده بقى بتاعت المديول نفسه كمديول، انت بتفهم ازاي طبيعة الكلاينت نفسه، تمام، طبيعة الكلاينت نفسه، او ازاي هو عنده بتمشي السايكل بتاعت الكاستمر بيبر، بتمشي ازاي؟ زي ما قلنا في الاول، هو بيبقى عنده نيد او اتيتيودز معينه هو بيبتدي محتاجها، تمام، هو محتاج ان هو يعدل في الاجزاء دي، هو عنده احتياج معين، تمام، في حاجه معينه هو محتاج يعدلها. طب دلوقتي خلاص هو محتاج يعدلها، فهو هنا ظهر عنده اصلا مشكله معينه، تمام، هو عنده مشكله معينه، في المشكله دي المفروض لما واجهته هو بدأ يعمل سيرش،
وعشان يوصل لانفورميشن معينه. طيب بعد ما بدا يعمل سيرش عشان يوصل لانفورميشن معينه، بدا يعمل ايفالويشن، تمام؟ ده اللي بيحصل في البيهيفير او طريقه كلامنا عن البيهيفير نفسها، تمام؟ بدا يفهم وايفالويشن. والله تعالى كده ناخد على نفس الاكزام، انا طالب والمفروض ان انا عندي مشكله، تمام؟ ان انا بوصل متاخر في ايام الامتحانات، فبدات افكر واعمل سيرش واسال السيرش ده واسال صحابي او تيجي لي المعلومه لحد عندي، بعد كده بعمل ايفالويشن، واحد قال لي اركب يا عم المترو اسرع لك وهتوصل على طول، انت عارف هتوصل ازاي، انت عارف المحطه 3 دقايق في مش عارف في كام محطه، فخلاص انت فهمت، تمام؟ لا، فحد تاني يقول لك لا يا عم سيبك مترو ايه، لا لو عيت البيك انت خلاص مش هتحضر اصلا، يقول لك والله اركب سكوتر، تمام؟ فهنا ببتدي ايفالويشن، تمام؟ اعمل ايفالويشن من خلال الانفورميشن ايه اللي جات لي. بعد ما فهمت وخلاص وعملت ايفالويشن، ببتدي اخد ايه، ببتدي اسلكت الحاجات وابتدي اعمل زي ايه، ببتدي اعمل زي مصفى كده اصفي منها الاختيارات. لا لا، انا مش هركب سكوتر، انا هاخد مترو علشان فلوس احسن، تمام؟ او بدفع اقل، او بدفع ايه اقل. طب انت دفعت اقل، فبعد كده بتبتدي يحط في دماغه ايه اللي هيحصل لو ده، لو البروسيس دي حصلت، لو انا كده كبروسيس كده حصلت، ايه اللي هيحصل معايا؟ اه ده انا هركب فهنزل فهاخد وقت قد كده، طب اشوف على الابليكيشن ده ياخد مني وقت قد ايه، القصص دي. بعد كده بوصل لايه؟ للسيتويشنز. خلاص انا وصلت للحلول، تمام؟ انا وصلت للحلول. طيب نيجي بقى الناحيه الثانيه، بعد ما بوصل للحلول اكسبيرينس، هو هنا بيشوف الحاجات اللي بتاثر معايا. والله هو المفروض في حاجات اتاثر معايا، عنده اصلا ليرنينج، عنده ميموري، عنده ذاكره قبل كده مع الاكسبيرينس، والله ده انا ايام الجامعه ركبت سكوتر وتاخرت على الامتحان، فهو عنده اصلا حته ليرنينج، هو عنده اتعلم قبل كده والله من نقطه معينه، ان هو بدا يبقى فاهم ان في عنده مشكله، تمام؟ طيب هو عنده مشكله، جه بعد كده يعمل الفاليوز بتاعته ايه بالظبط، ايه الفاليو اللي بتجي له، تمام؟ هو الفاليو بتاعته ايه، القيمه اللي بيوصل لها علشان يحقق ده، تمام؟ طيب بعد كده بيشوف التفاصيل، السوشيال، الشكل الاجتماعي عامل ازاي. والله ده انا لو رحت الفرح ده ودخلت بالعربيه مثلا بتاعت محمد صاحبي هيبقى شكلي كويس جدا، تمام؟ فانا بدل ما اجيب سكوتر وبدل ما اجيب باخد اروح مترو، انا اكلم الواد ده اخد منه العربيه واروح بيها واجي على طول، تمام؟ فخلاص هو الشكل الاجتماعي بقى عامل ازاي، تمام؟ بيبتدي انت بقى كماركتنج تشوف انت هتيفالويت الانفورميشن بتاعت الكونسيومر لايف ستايل بتاعته عامله ازاي، تمام؟ تبتدي بقى تشوف البروسيسنج دي وتبتدي توديها له، تمام؟ في اسلوب ايه؟ ماركتنج اكتيفيتيز، علشان تبتدي ان انت تنفذها. هو بيشوف ده في الاكتيفيتيز، والله ده انا شفت ان اوبر هتوصلك هيبقى بعربيه، ممكن تختار عربيه معينه عشان تخش بيها تبقى شكلك كويس، تمام؟ فالسايكل دي بتحصل. فانت كل اللي عليك علشان الجزء بتاع البيهيفير تكون فاهم ايه بالظبط، تفهم الكلاينت بتاعك بيعمل ايه، الراجل ده بيمشي ازاي، عنده مشكله، المشكله حلها ايه. طيب هنا برضو في حاجه مهمه جدا، في هنا انت بتقدم له ايه عشان تحل المشكله دي، تمام؟ ندخل كده في حته صغيره ونرجع تاني، بتقدم له ايه علشان تروح تحل المشكله بتاعته دي. هل انت بتقدم له فاليو مختلفه، بتقدم له يونيك فاليو، حاجه مختلفه تماما عن اللي بتحصل، فخلاص هو عنده يونيك فاليو بيتك عليها. والله جه ان درايفر وقال ولا اوبر ولا كريم ولا المترو ولا الكلام ده، تعالى خد العربيه اللي تناسبك او اختار مع الكابتن اللي يناسبك واعمل واكتب السعر اللي يناسبك، وبناء على السعر اللي انت حاطه هو ده السعر اللي هتوصل بيه، تمام؟ فخلاص هنا هو دخل بيونيك فاليو كبيره جدا جدا، راح للناس اللي بقى ولا عايز سويفل ميكروباص ولا عايز مترو، لا هو يدفع سعر كويس وفي نفس الوقت هياخد الخدمه بتاعت اوبر نفسها، تمام؟ فهنا دخل بيونيك فاليو، دخل بحاجه مختلفه، تمام؟ ف يعني ايه، يعني السايكل دي او الميديول ده بشكل بسيط جدا بيفهمنا الفريم ورك بتاع اصلا الكاستمر اكسبيرينس بتكون ماشيه ازاي، والكاستمر بيهيفير قصدي الكاستمر بيهيفير بيحصل فيها ايه، وبعد كده بتتحول من الانطباع ده ل
للجزء بتاع الاكسبيرينس، تمام؟ طبعا في الاول احنا شرحنا الفرق ما بين الاكسبيرينس والبيهيفير والبيرسونا. طيب انا دلوقتي عايز اعمل استراتيجي علشان الكاستمر بيهيفير بتاعتي، عايز اعمل استراتيجي علشان الكاستمر بيهيفير بتاعتي بشكل يعني سريع كده واحنا شغالين، تمام؟ واللي عايز يخش في ان ديتيلز بقى ويتفوق في الموضوع اكتر، يعني الفايل ده هيفرق معاكم جدا جدا جدا. الناس اللي على البيج هتبعته لكم في اي وقت، يعني ابعتوا لاي حد على البيج هيبعت لكم الهاند بوك ده او الفايل ده. ممكن بقى تخش بعد كده بقى في التفاصيل اللي انتوا عايزينها براحتكم، وهتلاقي بقى الماركت اناليسيس بالتفاصيل بتاعتها بكل حاجه انت عايزها. طب تعالى كده اديك كده هانس عليها علشان تبقى انت فاهم، وطبعا اللي هيكمل الموضوع ويوصل للاخر عنده سؤال وهو بيقراه يبعت لي في اي وقت. اول حاجه لازم تعملها الماركتنج اناليسيس، لازم تحلل التسويق اللي بيحصل حواليك، ايه اللي فيه، المستهلك تفاصيله عامله ازاي، تمام؟ المستهلك كبيهيفير والتفاصيل والبرسونا بتاعته والكلام ده. طيب الشركه اصلا اللي انا شغال فيها ايه اللي تقدر تقدمه عشان اطلع منها اليونيك فاليو او الفاليو اللي تحل للايه، للمشكله دي، تمام؟ طيب ايه تاني ممكن ادرسه؟ الكومبيتيتورز، الكومبيتيشن بتاعتي عامله ازاي، المنافسه في السوق ده عامل ازاي. طيب غير المنافسين ايه تاني الكونديشن اللي بيحصل، الشرط اللي محطوط علشان تقدر تحل ده لو انت في عندك قيود معينه او شروط معينه. طيب ايه تاني بعد كده؟ الجزء بتاع السيجمنتيشن، والناس اللي عايز تفهم سيجمنتيشن اكتر احنا شرحنا ده قبل كده، هتلاقوها برضه على اليوتيوب. الجزء بتاع السيجمنتيشن نفسها، الاحتياجات على حسب كل شخص. والله في حد طب الراجل اللي بياخد قرار على اساس السعر ده سيجمنت، ده تارجت معين. الناس اللي بتاخد قرار على حسب الاريحيه، ده قرار ناس بتاخد معايا. الناس اللي بتفضل المجهود على الوقت، لا انا اتعب شويه واروح للمترو وانزل المترو واطلع وامشي في الزحمه عشان اوصل في ميعادي احسن من ان انا اروح براحتي واركب اوبر، والله اعلم اوبر باص او اوبر تاكسي، والله اعلم هيوصلني ولا لا. كل دول كل واحد منهم هو تارجت معين جوه السيجمنتيشن نفسها اللي بتركب مواصلات، تمام؟ طيب ايه تاني؟ خلاص انا شفت احتياجات اصلا الناس دي، وبشوف بقى كل مجموعه منهم ليها احتياجات معينه او ليها اصلا سيميلر نيدز اصلا، يعني حاجات احتياجات مماثله ليها. طب ايه تاني ممكن اشوفه؟ هنوصف كل مجموعه لوحدها، يعني ناخد كده كل مجموعه لوحدها ونبتدي ايه نخليها ايه في حته لوحدها، وبعد كده ابتدي احدد اصلا الماركت اللي انا هشتغل عليه. وانا بحدد الماركت اللي انا هشتغل عليه اشوف بقى ايه التفاصيل. والله يعني مش عارف انا سمعت الجزء الاولاني ولا لا، بس اوكي انا دلوقتي بعد ما حددت خلاص انا اوبر سكوتر ونزلت بيه. طب انا هنزل لمين بالظبط؟ والله ده في ناس كلها بتركب مواصلات، بس انا بدور على الناس اللي عايزه توصل اسرع. طب الناس اللي المفروض توصل اسرع دي جوه جروب من ناس هي ممكن تدفع علشان توصل بسرعه، فخلاص انا عملت سيلكت للتارجت ايه بتاعي. فانا هنا عملت سيلكت لايه للتارجت بتاعي وحطيت لهم ايه البوزيشن بتاعهم. طيب بعد كده ابتدي بقى اي الماركتنج استراتيجي، اصلا البرودكت نفسه اللي انا هنزله ايه او السيرفيس، البرايس بتاعي اللي ملائم للناس دي هيكون عامل ازاي، هبتدي ادستريبيوت الكلام ده ازاي، هوزع المنتج بتاعي فين، وهيكون هشتغله من اونلاين ولا انا هشتغله وهنزل هجيب ناس سواقين الاول ولا همشي ازاي. وبعد كده ابتدي اشتغل على الكوميونيكيشن، هوصل السيرفيس بتاعتي للناس ازاي، تمام؟ فانا خلاص عندي برودكت وحطيت له السعر وعارف هوزعه ازاي،
وببتدي بشوف لما هوزعه هكونكت ازاي عشان اوزع ده، والسيرفيس بتاعتي هتكون شكلها عامل ايه ازاي، السيرفيس بتاعتي هتكون عامله ازاي. طيب بعد كده بشوف بقى الكاستمر ديسيشن بروسيس. انا دلوقتي علشان نرجع بقى ايه للخريطه بتاعتنا اللي فوق دي، انا دلوقتي عشان اخد قرار تمام من البروبلم من البي لحد الاس تمام، ايه اللي هيحصل؟ تمام انا ببتدي اشوف بقى الكلاينت ايه اللي هيحصل، الكاستمر ديسيشن بتاعي بيمشي ازاي. والله هو المفروض عنده مشكله فهيجمع انفورميشن، وبعد كده يبتدي ياخد الفالويشن بتاعها، وبعد كده يبتدي يفكر في التفاصيل بتاعه التقييم ويشوف النتائج التقييم ايه اللي هيحصل بعد التقييم، يشوف النتائج بعد كده ايه تاني، وبعد كده بعمل ايفالويشن تمام. فانا قدمت منتج معين تمام، المنتج ده ببتدي ان انا اشتغل على الاحتياجات بتاعته، وبعد كده بقيم ايه النتائج والشغل بتاعي عامل ازاي مع الناس دي بعد ما هعمل ايفالويشن لايه لكل الكلام ده تمام. طيب انا بعد كده عندي ايه الاوتكومز بقى، بشوف ايه اللي حصل بعد كده. انا دلوقتي شفت خبرة العميل وعرفت هو الاكسبيرينس بتاعته ايه، وشفت بعد ما درست البيهيفير وطريقة سلوكه وطريقة تحركاته والكلام ده، فابتدي اشوف بعد كده ايه انا حققت سيلز قد ايه، الكاستمر بتاعي البرودكت شكله عامل ازاي، البراند ايمج شكل البراند بقى عامل ازاي، والقصص دي كلها تمام. فكده انت عرفت يعني ايه كاستمر بيهيفير، الفرق ما بينها وما بين البيرسونا والاكسبيرينس، عرفت ازاي البيهيفير بتحصل اصلا وازاي بتتحول لكاستمر بيهيفير، وبعد ما بتتحول لكاستمر بيهيفير ازاي تيفالويت ده، والمفروض ان انت بتبني استراتيجي بناء على ايه تمام. خلينا كده بقى نروح كده للاكزامبلز بتاع الناس او الكومنتس والكويتشنز. الكلام اللي احنا قلناه ده كله، حد عنده سؤال؟ خلينا كده نشوف حد عنده سؤال في بالنسبة للبروجكت بتاعه. نشوف منى ومرهان. اوكي طيب خلينا كده نشوف. مرهان ازيك؟ انتي انا شفتك رافعة ايدك، مش عارف هو ده سؤال ولا ده ايه، مش عارف. ممنوع نتكلم، مش عارف هو المفروض المايك مفتوح عادي يعني. طيب انت ممكن كده كده، واعتقد في حد فتح ايوه المايك. كده كده اشتغل. كده اشتغل. السلام عليكم، ازي حضرتك؟ ازيك عامله ايه؟ الحمد لله تمام. شكرا جدا والله على الحاجه، يعني ربنا يخليك. انا عايز اسال بس، هو كل الكلام ده احنا بنعمله كاوفلاين واونلاين، ولا بس بيتعمل ماركت ريسيرش اللي هي المرحله اللي هي قبل ما نعمل احنا الاستراتيجي كماركتير؟ لا بص هقول لك على حاجه، احنا كنا بنتكلم قبل كده في الحته دي، وقلنا ان ده لازم نعمله اي حد ماركتينج، وحته اوف لاين واونلاين هي امبلمنتيشن بس. يعني انا علشان اشتغل على اوف لاين او اونلاين ده ملوش علاقه، انا لو هشتغل الاتنين مع بعض او هشتغل ده بس او ده بس، ففي الحالتين انا لازم اعمل الكلام ده، لان اوف لاين واونلاين دي حته امبلمنتيشن. احنا دلوقتي عندنا في حاجه بنعملها اسمها الاناليسز تمام. تمام تمام بعد الاناليسز دي تمام، انا ماليش دعوه دلوقتي الديجيتال ولا الكلام ده خالص، بعد ما اعمل اناليسز بعمل استراتيجي تمام. تمام تمام بعد الاستراتيجي دي بعمل بقى حاجه اسمها اكشن تمام. انت لو حضرت معانا اوفلاين المره اللي فاتت كنت ما كنتش سالت السؤال ده لا تمام. انا ما حضرتش المره اللي فاتت، اه ماشي بعتذر بص، لحضرتك. تمام لا لا عادي ما ايه المشكله تمام. بص بعد في بقى هنا في حته الاكشن دي بقى بشوف بقى انا اونلاين تمام او اوفلاين تمام. طيب تمام تمام حته بقى الكاستمر بيهيفير والريسيرش والكلام ده بيجي اصلا في الاناليسز،
وببني عليها استراتيجي. باجي بقى انا في الاخر بشوف انا هشتغل اونلاين ولا اوفلاين، لان ده امبلمنتيشن تنفيذ. يعني انا لو هعمل اي حاجه اونلاين او اوفلاين هي حاجه تنفيذ عشان اوصل للكلاينتس، تمام؟ لكن انا درست الكاستمر بيهيفير وفهمته، فانا بنيت عليها استراتيجي غيرت في اصلا في منهجي كشغل اصلا في الماركتنج ميكس. لما احنا كنا بنقول في الاول ان احنا عندنا في الماركتنج ميكس هنغير في تحسين المنتجات والخدمات والاعلانات، تمام؟ فانا ببتدي اصلا هنا من اول هنا ببتدي احط التخيل والطريقه اللي هبتدي اشتغل بيها. ممكن في الاعلانات اصلا اقول انا هشتغل اوفلاين، ممكن في الاعلانات اصلا اقول ان انا هشتغل اونلاين، فاهم قصدي؟ فهو لا هو اي فاهم حد، هذا هو. اي حد بيشتغل في المجال، تمام، هو لازم يكون فاهم الماركتنج اصلا، تمام. فعشان يكون فاهم ماركتنج لازم يكون فاهم كاستمر بيهيفير والكلام ده. فالكلام ده كله بيعمله اصلا سواء شغال اونلاين شغال اوفلاين، لان اونلاين من اوفلاين مش فارقه، الاثنين لو بيشتغلوا مع بعض او بيشتغل ده لوحده او ده لوحده او ده بس او ده بس، ففي تلك الاحوال انت بتعمل امبلمنتيشن لشغل ماركتنج. شغل ماركتنج اللي هو ده طب ايه الكوز بس الانترنال والاكسترنال عشان انا بس ما فهمتش الحته دي، معلش انترنال واكسترنال في اي حته؟ حضرتك، اللي هو بعد ما تعمل ايفالويشن حضرتك قلت انترنال وقلت اكسترنال فانا ما فهمتش الحته دي بس. في اني بعد الايفالويشن. بعد الايفالويشن. طب ثانية كده. ايوه هنا، ايوه ليه، اوتليت حاجه كده يعني، ايوه هي بالظبط كده حضرتك قلت انفورميشن سيرش ونعمل انترنال واكسترنال بالظبط، انا اقصد دي يعني. بص، الانفورميشن سيرش وبعمل انترنال واكسترنال، انا هنا بشوف الحاجات اللي بتاثر عليه اصلا او المعلومات اللي بتدخل له سواء داخليه وخارجيه. طب داخليه زي ايه؟ زي اصحابه بالظبط، دي حاجات انترنال. طب اكسترنال زي الانفلونسر اللي بيجي على الانستجرام او على السوشيال ميديا، دي حاجه اكسترنال، تمام خلاص، شكرا تمام. ايه شكرا المعلومات جدا. اللي بتخش له كلها سواء هو من عنده هو، تمام، كانفورميشن او حد قال له يعني. طب ودي بتتحط فين، معلش دي بتتحط فين يعني وانا بعمل في الالانس؟ جزء الانفورميشن نفسها، انا هنا عندي انفورميشن اهي وريسيرش، تمام. فانا دلوقتي والله بص هقول لك مثلا، تعالي كده ناخد مثال. انا ده لقيت والله ان انا وانا في الجامعه ان في ناس كتير جدا او زمايلي كتير جدا جدا عندهم اصلا مشكله في ان هم مش قادرين يذاكروا من الكتب، حلو. فانا دي مشكله، طيب انا دلوقتي ان الطلبه بقى انا قررت ان انا اعمل لهم ملازم. طب عشان الطلبه دي كلها تعرف ان الملازم بتاعتي كويسه والدنيا تمام، هشوف ايه الانفورميشن اللي ممكن تخليهم يشتروا. والله الانفورميشن لو اوائل الدفعه مثلا قالوا ان مثلا مرهان عامله نماذج جامده جدا جدا، حلو، فهروح لبتوع اوائل الدفعه واقول لهم والله خدوا النماذج دي وقولوا لي رايكم فيها ايه، تمام. ده جامده جدا والله، ده احنا انت ملخصه شكل عامله ملخص جامد جدا جدا. طب تمام جدا، لو حد بقى سالك او قال لك على الملخصات ما تتعبش نفسك، قول له يجي لي وانا اديها له. فخلاص دي انفورميشن داخلاله، فاهمه؟ فانا بقيت من خلاله هو اقول لا الدنيا تمام، ويبتدي يوصل الانفورميشن دي، عشان هو لو ما بيجي يعمل سيرش لا يقول لهم والله يا جماعه. طب اكسترنال مثلا زي ايه؟ زي المكتبات مثلا اللي بره الجامعه، لو رحت لاي مكتبه وقلت لها خدي الملخصات بتاعتي اعملي معاها عليها ايه؟ اعمليها كانها ابحاث وانت بتقدميها والطلبه تستفيد منها، ويروح عامل يافطه او اعلان ان احنا بنقدم ملخصات لدكتور مش عارف مين، تمام. فهنا جاله معلومه انفورميشن برضه بس اكسترنال، تمام. وصلت الفكره؟ السلام عليكم. انا مش عارف الشبكه يعني انت سامعيني؟ أنا سامعة. تمام. ماشي، اوكي، مرهان، تمام. في حتة دي معلش يا مس محمود قبل ما تخرج منها، هو تمام، المفروض مش، المفروض مش أنا يبقى شغلي الأكبر على الانفورميشن ده كماركتير؟ ايوه الانفورميشن والسيرش. انا دلوقتي عايز اعرف معلومه معينه، تمام، ما هو انفورميشن او سيرش الاثنين بيسبورتوا معايا، فاهمه؟ والسيرش ده دايما بيجي اصلا منين؟ من الريسورسز نفسها. زي مثلا انا عملت سيرش مثلا عن معلومات معينه، فلقيت ان الناس كاتبه بوست مثلا از سوشيال ميديا
ان هي عندها مشكله معينه، فخلاص ده كده معلومه جت من السيرش، فاهم قصدي؟ فاهمة قصدك، بس المفروض أنا قصدي إن هو إن أنا المفروض أبقى المؤثر الأكبر على قراره. ما انا اثر على قراره ازاي بقى؟ هروح لبتاع الانفلونسر، للناس بتوع الانفلونسر، واقول لهم زي ما انا عملت دلوقتي في المثال اللي قلته، ان في اصلا حد راح لاول الدفعه وقال له خد الملازم دي بتاعتي فيها كويسه جدا، فكده هاثر على قراره. ده بالنسبة لو أوفلاين، طب لو أونلاين هيبقى لو دلوقتي اونلاين هدخل على إعلانات. جروب عادي جدا، هدخل على جروب الدفعه واقول يا جماعه انا بنزل ملازم كويسه جدا جدا، وفيها شرح للنقطة اللي هي بقى الناس كلها مش فاهمها، بتاعت الدفعة كلها مش فاهمها، فيها شرح وافي للنقطة اللي هي كذا، تمام؟ فخلاص الناس كلها تأثر ان هي، فاهم قصدي؟ اه فهمت. تمام. إيه خلاص، خلينا كده نشوف حد تاني عنده سؤال في، ده لا ثواني، انا لسه عندي سؤال تاني. ايوه كملي. اوكي اوكي، هو ده بيختلف على حسب اذا كان براند او غير براند، لان انا احس ان هو ان احنا بنبحث على براند بتبقى اسهل من انها بتبحث عن اي حاجة تانية ما تكونش يعني. حلو، هقول لك الفرق ايه. البراند بيكون التأثير في او بيكون الشعبية او الجماهيرية بتاعته عالية في اي نقطة فيه، فبتعمل براند جامد جدا وكل الناس بتعرفه. طب لو انا مثلا محل مثلا بيبيع مثلا ملابس، بس هو المفروض مش معروف، هو بس بيبيع في منطقة معينة، حلو جدا، يبقى الستور ده او المحل ده لما هيجي يأثر، مش هينفع اروح مثلا لو المحل ده مثلا موجود في اكتوبر ومفيش غير فرع واحد في اكتوبر، ورحت مثلا في منطقة مثلا في اسكندرية وقلت يا جماعة المحل ده جامد جدا، طب انا برضو هنا ما اثرتش على القرار، لان اصلا الشريحة بتاعته انا بماركت في حتة بره الشريحة اصلا، فاهمة؟ زي كأني بالظبط براند معروف في مصر جدا جدا، ورحت باريس اقول لهم المكان ده جامد جدا، طب ماشي يعني وبعدين، فاهمة؟ فهنا طب انا بقى هعمل ايه في الحالة دي؟ لو انا معايا براند صغير جدا جدا، بشوف التارجت اللي حواليه ايه وابتدي ابراند وماركت في الحتة دي، فاهمة؟ أنا فاهمة. هقول لك على تجربة أنا عملتها قبل كده في محل ملابس كان بيبيع تيشيرتات، وكان في مصيف، كان في الوقت ده في مصيف في اسكندرية. فهو أنا تارجت الناس دي على أساس إن هو بيهتموا بالمصايف وكده، وعملت إن هو في هو انت سامعني طب كده؟ ازاي؟ الو؟ هو كده انا سامعك، انت سامعني؟ اه تمام سامع كده. انا سامعك كملي. هو انا عملت ان هو في خصومات لاول 20 عميل، فكان نسبة المبيعات هايلة جدا. الراجل كان حابب ان هو يجدد الاعلان، وكان في فيدباك حلو خالص له. طب كويس جدا. هو كده حضرتك اللي كنت تقصده ان انا مثلا يعني ايه، حتى لو منتقلين للمكان بس ايه، هما بعيد بس موجودين في المكان ده، فانا هستردهم هما في المكان، مش هما بعيد عن المكان. بالظبط، انت بتحاولي ان انت تتارجتي الناس نفسها اللي هي في من كتارجت اودينس بتوعك، كتارجت اودينس بتوعك، سواء بقى التارجت اودينس دول شعبيه معينه، عدد معين، البراند او البراندنج، ان انت تعملي براندنج للناس التارجت اودينس بتوعك مش للعامه، تمام؟ يعني احنا مثلا مفهوم البراندنج ان انا مش لازم أنا اكون مثلا، احنا بتوع ماركتنج مثلا، تمام؟ طب لو حد مننا يعني اسمه مسمع، مش لازم أن يكون بتوع الاكاونتنج عارفينه، لا هو براند في حتته، فاهمه؟ أوه. معايا؟ اه معاك، سامعني حضرتك؟
اه سامعك، اه معاك، فهمت. بس هي نفس الفكرة يعني. اوكي، بس هي دي في حاجة صغيرة وفي البراند سهلة، بس كصناعة مثلا مش عليها الشغل جامد. انا بعد لما بعت لحضرتك بعت لك حاجة صناعات معدنية وحاجة ساعات. الصناعات المعدنية كان صعب جدا ان انا في الاودينس وفي السيرش بتاعهم في التوزيع والكلام ده، غير بصي، خالص الساعات. هي الفكرة كلها إن يعني إن البراندات الصعبة بتبقى كويسة، يعني بتبقى حاجة، يعني بتبقى حاجة كويسة إن أنت بتجيبي بيها فيها جذور الشغل نفسه، فاهمة؟ اللي هو أنا هقدر أعمل إيه في الشغل بشكل عام، أيا كان بقى الشغل ده إيه، فاهمة؟ يعني بتتعلمي فيه كده زي ما بيتقال يعني. قصدك البراندات اللي هي معروفة ولا غير معروفة؟ البراندات الصعبة سواء معروفة أو مش معروفة، على فكرة في براندات معروفة وبتبقى صعبة، وفي براندات مش معروفة وبتبقى صعبة، والعكس تمام، في براندات معروفة أو مش معروفة بتبقى سهلة، فهي مش بتتقاس بمعروف أو براند معروف أو براند مش معروف، فهي بتتقاس ب ب ب بشغلك نفسه عليها، وعلى حسب إن كيس بقى، على حسب الكيس نفسها بتبقى عاملة إزاي، فاهم؟ ممكن أتكلم؟ آه أوكي أكيد. أهلا يا أستاذة منى، أنا ياسمين يا أستاذ محمود، أهلا بحضرتك. ازيك عامله ايه؟ في نعمة الحمد لله. هو حضرتك كنت بتقول إن في براندات يعني شغلها بيبقى صعب لو هي مثلا مش معروفة، والعكس مش يعني، قصدي مين بقى، مين اللي هيعلمنا مثلا لو البراند ده صعب وإحنا مش عارفين نشتغل عليه؟ لو هنوصل إزاي يعني الحاجة فيه؟ كبراند، البراند ده اصلا صعب ومش عارفه تشتغل عليه قصدك يعني؟ ايوه، وبعدين مش فاهم فين السؤال اللي هو أنا يعني. قصدي يعني اه لو اوكي، هو فعلا، لو هو الاكسبيرينس فعلا نفسها، الاكسبيرينس والتجارب والشغل بايدك نفسه، وان انت يكون معاكي حد بيوجهك في الموضوع ده صح ولا غلط، انت كده مش صح ولا غلط، انت كده محتاجه تعدلي على حاجه ولا لا. عشان كده احنا يعني ب ب يعني عايز اقول لك ان احنا شغالين بنظام المينيتورنج بسبب كده، اللي هو الناس بتشتغل وتطبق وبالمينيتورنج بقى، سواء تمام. طب انت كده صح ولا كده غلط، لا لا ستوب، انت محتاج تعيد ده، لا ستوب، عيد على ده، لا ستوب، انت تعلف ده، فاهمه؟ ممكن اقول سؤالي؟ طيب، ولا استاذه منى حابه تكمل سؤالها؟ مش عارف منى خلصت ولا منى كده عندك حاجة تاني؟ لا شكرا كده، اوكي تمام. تمام، عفوا. انا اصلا بحب اسمع صوت استاذه منى كل مره. هي كل مرة لا، هي حد مميز فعلا. بص حضرتك، هو انا ياسمين لو انت فاكرني. انا فاكر. حلو، تمام. الفترة دي معروض عليا ان انا اكون بي ار وسيلز بوجه عام وبزنس ديفلوبر، يعني الحاجات دي كلها مع بعض. اوكي، لحاجة لابليكيشن عامل زي سوق امازون يعني، او عامل زي نون، يعني نفس الفكرة. تمام، الابليكيشن ده هيشتغل في مصر بس، وهيتارجت حاجتين: الانفلونسر بكل المنتجات اللي بتتعرض عليه، وان احنا هنعمل له ليها هنعرضها ليه يعني، هنعرضها كلها على الابليكيشن ده. والابليكيشن ده عظيم جدا وقوي قوي، يعني حلو فعلا. وكمان المنتجين، الناس اللي عندها مثلا شركات او مصانع او براندات وحابة تعرض الشغل. اوكي، تمام. واللانش بتاع المشروع ده ان شاء الله هيكون الشهر الجاي. تمام. فانا بقى، انا كحد بي ار، بيني وبينك انا مش عارفه اتواصل ازاي مع الانفلونسر ومع المنتجين، بس انا بصراحه حابه الموضوع قوي وشغوفه بيه جدا، عشان كده وافقت. تمام، بصي هو مبدئيا ده ستارت اب صح؟ اه طيب بصي اقول لك على حاجه، الشغل بتاع الستارت اب بيختلف شويه او شويتين ثلاثه كده عن شغل الشركات، تمام؟ شغل تمام. الستارت اب انت مش هتلاقي حد يبقى مانجر عليكي عنده كم الاكسبيرينس الا نادرا يعني، اللي يديها لك عشان تمانج الشغل بتاعك. الستارت اب انت زي بالظبط كده اللي ماسك فاس مع مجموعه ناس ونازلين في ارض بور، ومهمتكم ان انتوا تصلحوها، تمام؟ هي دي حرفيا المثال الحقيقي بتاع الستارت اب. فطب انا دلوقتي اصلا ما مسكتش فاس قبل كده ولا فحت ولا اي حاجه، لا بص عيش الخيال بقى،
فهي نفس الفكره، عيش الخيال بجد، اللي هو انت بقى حاولي تقعدي تفكري بالورقه والقلم كده تمام، وغير الورقه والقلم تقعدي تشتغلي على السيرش كتير جدا جدا. يعني انت اكتر حد هيكون سواء الكلام ده بقى ليكي او لاي حد جوين في ستارت اب، السيرش بقى، يعني انت عيشي الخيال في السيرش والاسئله، السيرش والكويتشنز، سيرش كويتشنز، وبناء على كده تشتغلي تمام. وفي نفس الوقت بقى تبرم ستورنج مع التيم اللي معاكي، وقبل ما تجوين في الستارت اب ده في كام حاجه كده لازم تراجع نفسك فيهم. انت عندك الكم من الوقت والمجهود اللي تديه لهم ولا لا؟ دي اول نقطه. تاني نقطه، عندك استعداد ان انت تشتغلي معاهم بشكل كبير، وفي نفس الوقت انت الله اعلم بالانكم اللي جاي ولا لا، او هيكون قد ايه؟ دي تاني نقطه. تالت نقطه، رابع نقطه، انت عندك كم الاكسبيرينس تقدري تدورهم، ولو ما عندكيش هتقدري ان انت تبني كم الاكسبيرينس باللود اللي هيكون عليكي ولا لا؟ تمام. فحته ان انت عندك شغف للموضوع وكده دي حاجه كويسه جدا جدا تمام، بس دي هنقول 30 ل 40% من الموضوع تمام. عندك 70 60% من الموضوع اللي انت داخله فيه هو تشالنج كبير جدا جدا، وخصوصا ان انت مش عندك كم الاكسبيرينس، بس انت بقى عندك يعني الشغف ده تحوليه لباور علشان تقدر ان انت تسيرشي وتسألي وتدوري وتعملي مرة واثنين وثلاثة واربعة طيب بص، تمام. انا بدات اعمل كده فعلا. إيه الحمد لله، يعني بدات اوصل إيه اتواصل مع امازون ايجيبت ومع نون، إيه على اساس ان انا براند ملابس، وبشوف العروض بتاعتهم ليا عامله ازاي وطريقه الكلام نفسه عامله ازاي. تمام اوكي، وكمان بدات ادخل على اليوتيوب وعلى انستجرام. انا اصلا كنت في الطبيعي مش حد نشط على الانستجرام، تمام حاليا بدأت أضبط البروفايل بتاعي وأكون حد ناشط عليه، وأشوف إيه مين أشهر بنات وولاد على الإنستا وأتواصل معاهم على أساس إن أنا عايزة الإيميل، بيزنس إيميل بتاعهم، وهكذا على اليوتيوب برضو والناس التانية. تمام. يعني بصي، في طرق كتير جدا واساليب وطرق هتجيب معاكي وطرق مش هتجيب وحاجات كتير كده، فعادي اللي انت بتعمليه ده كويس جدا جدا، بس حاولي تبقي ماشيه باكشن بلان، ما تبقيش ماشيه كده على الله. يعني بس انت ازاي طيب اعملها؟ ايه؟ ازاي اعمل الاكشن بلان؟ يعني بصراحة انا مش في بالي اي حاجة. بصي الاكشن بلان دي هي بتحطي ملخص الاكشن بلان دي، وممكن تاخدي منها من على البيج، هتلاقيها في البوست بتاع امبارح اول امبارح تقريبا تمام. هتلاقيها وهتلاقي مكتوب فيها الاكزامبل كمان، فعلى البيج هيدوها لك عادي جدا. هتلاقي عباره عن ايه بالظبط، انت بتحطي هتعملي ايه وامتى وفين وازاي ومين المسؤول عن الاكشن اللي هيحصل ده، والمفروض هيوصلك لنتائج ايه باختصار. انا دلوقتي المفروض ان انا محتاجه اكونكت كبي ار علشان ابين البراند بتاعي، طب هعمل ده امتى؟ ايه الخطوات بتاعته؟ فين؟ ازاي؟ معايا ديدلاين لحد فين يعني؟ والمفروض مين المانجر او المسؤول عن الموضوع ده؟ تمام؟ وهكذا. ومع الوقت بقى بتحطي بتطوري في الاكشن بلان دي لحد ما توصلي للاوبجيكتيف بتاعتك بشكل عام. تمام. بس بس كده فعلا الطريق صعب. ما انا بصي، انا مش بقول لك هو مش صعب، او مش صعب، هو صعب بس كل واحد وجهة نظره وقوة تحمله. بص، هو الحلو فيه ان 90% منه من بيتي والانترنت والتليفون، تمام اوكي. ما ده على فكره انا عايز واقدر اقول لك، ادي لا لا ثانيه، انا عايز اقول لك ان ده بيصعب اكتر مش بيسهل، عشان بس تبقي فاهمه تمام. يعني حته الشغل من البيت ده والكلام ده اصعب مما تتخيلي يعني، فاهمه؟ يعني احنا انا يعني يعني حاليا بنشتغل مع براندات في دول مختلفه، فكده كده بنكونكت معاهم في على يعني كل يوم، والكونكت معاهم بيكون في وقت معين اللي هو من الساعه 8 بالليل لحد الساعه 6 الصبح ليه كده؟ تمام، مع التوقيتات مختلفة. طب وهم ليه أصلاً ما يراعوش التوقيت بتاعك أنت؟
ايوه، عشان انا المفروض البراند اللي بشتغل بخدم على شغلهم، فهم كشركات كبيره مش اكيد مش هيشغلوا الموظفين بتاعتهم في وقت انا يعني. اوكي، فاحنا كتيم مش هنقعد في الشركه من 8 بالليل لحد 6 الصبح. اوكي، لان خصوصا ان بيكون في بنات. تمام، فخلاص الشغل فور هوم. اوكي، بس فور هوم بقى الموضوع اصعب بكتير جدا. تمام، ف يعني وخصوصا بقى كمان لو ستارت اب يعني بتشتغل مع ناس انتوا مش فاهمين لسه دماغ بعض، مفيش سيستم محطوط، مفيش رولز محطوطه، مفيش حاجه مفهومه، لسه مش كلنا عندنا نفس الفيجن ولا نفس الميشن، لسه كلنا بنجري بنخبط كل واحد يعني، فهتلاقي الدنيا صعبه شويه. تمام، بس هو تشانلز يعني تحدي كده، خديه وربنا يعني معاكي. طيب انت في دماغك فكرة تانية تدعم الأفكار اللي عندي دي وتكملها؟ لأن ما اقدرش اقول لك اي حاجه، اي حاجه اقول لك دلوقتي هتبقى اي كلام بيتقال. انا لازم أن يكون في بيزنس موديل نبني عليه، الف بي بيزنس موديل. في بيزنس موديل احنا كده بدأنا صح، مفيش بيزنس موديل احنا ما بنعملش اي حاجه. طب أنا المفروض اللي أعمل البيزنس موديل دي؟ على حسب بقى انتوا التقسيم عندكم ماشي ازاي، مين فاهم البيزنس. الكلام ده البيزنس موديل ده مش بيشارك فيه واحد بس، بيشارك فيه كل الكو فاوندر بتوع البيزنس كله، الناس كلها اللي موجوده اللي هتشتغل لازم تقعد تكون فاهمه وعارفه البيزنس موديل بيقول ايه. وانا كمان كنت بتكلم النهارده معاه، فبقول له بعد اذنك انا عايزه البلاتفورمز، السوشيال ميديا بلاتفورمز لينا يعني. فقال لي احنا عملناها بس لسه ما نشرناش اي حاجه عليها، وكمان الجوجل يعني الويب سايت لينا لسه هنعمل له اطلاق يوم 1/1. ايوه الكلام ده اصلا يعني اطلاق 1/1 النهارده 25، اعتقد كده الامور ما فيش وقت، لان انتوا المفروض اصلا بيتعمل لانش. اللانش مش بيتعمل يلا احنا هنطلع، فهو لان هو مش محل وبنعمل له افتتاح، هو المفروض بيتعمل اللانش على التو ستيبس، ستيب بتاعت التيست والكونكشنز والاديت والكلام ده، وبعد كده اللانش الحقيقي بيجي بعدها بفتره. يعني انا لو واحد واحد هطلع فهو دي بفتره تيست، انا الابلكيشن او الويب سايت بتاعي لازم ان يخش فتره تيست الاول عشان البوجز اللي تطلع، علشان الاي سي او، علشان البلانز. ده فعلا احنا حاليا في كده فعلا. طيب احنا حاليا النهارده انت بتقول 1/1/1، النهارده 25 ولا 24؟ إيه لا إيه يعني هو اصلا اتعمل، وكنا في تريننج ليه الاسبوع اللي فات، في تريننج ليه وازاي نتعامل معاه وكده. اوكي، يعني ما انا عشان كده بقول لك انا ما اقدرش اقول لك اي حاجه غير لما اشوف بيزنس موديل باكشن بلان يعني. لا يعني نبقى فاهمين الدنيا فيها ايه، انما كده الكلام كله. كمان جه في بالي ان انا مثلا اشوف دورة حلوة للبي ار اتعلمها، بس حسيته انه هيكون كلام نظري وممكن ما يفيدش قوي. ده بصي، هو الكلام النظري مهم جدا جدا، تمام، بس هيفيدك 20%، بس على الاقل هتبقي فاهمه البروسيس بتمشي ازاي والاكسبريشنز، وهتاخدي نوليدج الى حد ما اكاديميك شويه، بس هتنسق لك الامور. بس المهم بقى زي ما قلت لك الباقي ال 70% الباقيين ايه ظروفهم، فاهمه؟ فانا ما اقدرش احارب ب 20%، فاهمه؟ لازم انا احارب يعني ب 70% على الاقل. بإكسبيرينس وحاجات تانية كتير. فالموضوع يعني كويس، يعني تشانلز كويسه وربنا يعينك عليها يعني. خير إن شاء الله. خير بإذن الله. ميرسي تمام، جدا بجد، ربنا ومعلش يوفقك. أخدت من وقتك كتير. لا ولا يهمك. تمام، اوكي، تقريبا كده النهارده خلصنا تقريبا. فالناس اللي حضرت النهارده تشوف الفايل تاخدوه من على البيج، ولما تاخدوه ابتدوا ان انتوا راجعوا الكلام اللي احنا قلناه، حاولوا تطبقوا وترجعوا تاني تقولوا لي لو حد عنده سؤال او عنده اي حاجه، ممكن معايا في أي وقت على الميل يعني. ويعني أشوفكم إن شاء الله السنة الجديدة الجمعة الجاية، وإن شاء الله نبتدي في حاجة جديدة، وربنا يوفقكم جميعا ويوفقك. لو سمحت يا صاحبي، الله على خير. قولي، اتفضلي يا منى اللي معاكي. لو سمحت ممكن حضرتك ترد في الابديت اللي بعته لك على الميل؟ تمام، أوكي، بعتيه. فاكرة بتاريخ كام؟ الاسبوع اللي فات هو تمام موديلات للبلان. تمام مفيش مشكلة.
اوكي والحاجة التانية التسجيل بتاع الأوفلاين. ما تسجلش للاسف يعني. والله أوكي انا حاولت فعليا، والمفروض ان انا برتب لده الشهر الجاي، الشهر الجاي ميعادنا هيكون يوم 21، فانا برتب لده من دلوقتي ان شاء الله ان هي تكون مسجله، فان شاء الله خير يعني. تمام أوكي شكرا. عفوا. مستر تصبح محمود، مستر محمود معلش، لا لا اوكي المرة اللي فاتت حضرتك قلت لي ممكن تبعتي عادي السي في بقى وهنشوف الدنيا، فأنا بعته. أوكي هو استلمته يعني؟ جه، والمفروض ان انا ان شاء الله في اول الشهر كده، في اول السنه، في كام ديل كده هيتم ان شاء الله. لو حد يعني شركه من الشركات احتاجت حد هتسجست ليك على طول ان شاء الله تمام حلو قوي، ان شاء الله خير. باذن الله خير. ربنا ميرسي يوفقك. جدا لحضرتك، ان شاء عفوا. الله. مع السلامه. مع السلامة.